السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش لكم شاشة أخباركم؟ ورجعتكم مقطع جديد من ماينكرافت الجوال. طبعا شباب الفيديو جبت لكم كيف تجيب الأرمور ستاند أو علاقة الدروع في تحديث 1.1. فياريت قبل ما نبدأ الفيديو إنك تضغط لايك وتشترك في القناة ذاكرة جديدة على القناة حتى نصل 13,000 مشترك. وشكرا لكم على الدعم المستمر. ويلا أترككم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. اوكي يا شباب، شرح تجيب علاقة الدروع. طبعا اول شيء لازم تجيب الكوماند بلوك، فنكتب هذا الامر. بعد ما تجيب الكوماند بلوك تحطه هنا، بعدين تدخل على الكوماند بلوك وتكتب هذا الامر. طبعا الامر راح اضعه في الوصف. وبعد ما تخلي الامر تروح على هاي اللي تخليه على الثالث واحد اللي هو ريبير، يعني هاي اللون البنفسجي. بعدين تخلي هذا هنا اولويز اكتف، يعني تخليه المود يشتغل بدون ريدستون. بعدين شباب نجيب بيضة الهوسك حطها هنا. بعدين شباب نكسر هاي الكوماند بلوك، يعني بعد ما نحتاجها. بعدين نجيب بيضة الفيليجر ونكسر هنا 3 بلوكات. بعدين نحط الفيليجر هنا ونغلق هاي البلوكات هنا. اوكي مثل ما شفنا شباب. بعدين نجيب الديسبنسر نحطه يعني خلف الهوسك. بعدين نجيب الدروع اللي يعني نريد نحطهن. بعدين نفتح الديسبنسر ونحط الدروع فيه. بعدين نجيب الليفر ونحطه هنا. بعدين يا شباب نضغط عليه لما يلبس الهوسك الدروع. فبعدين نكسر الديسبنسر يعني اخرى. بعدين نجيب البوشن مال الاختفاء، طبعا هذا البوشن، ونرميه على الهوسك. مثل ما تشوفون شباب يعني صار عندنا الان شيء يشبه علاقة الدروع، فيعني يكون شيء خرافي مثل ما تشوفون الان. فيعني خدعة تقدر تسوي فيها علاقة الدروع، تقدر يعني تخدع فيها اصحابك مثلا تقول لهم اوه سويتك ارمور ستاند، فيعني شيء خرافي. اوكي شباب، انا وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى ان الشرح عجبكم واستفدتم من الشرح، واتمنى لكم يا شباب ما تنسون تضغطون على زر اللايك والاشتراك في القناه اذا كنت ما مشترك، فحتى نوصل 13,000 مشترك. واتمنى لكم ما تنسون تنشرون المقطع مع اصحابكم. يلا مع السلامه.